بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. مشاهدينا الكرام، سعيد أنا جدا بلقائكم مع برنامجكم المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى رؤى وأحلام. أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي تشغل طائفة كبيرة من الناس، وكثير من الناس بيسألوا، أنا عن نفسي سئلت في هذا الموضوع أكثر من مرة، هو تفسير الأحلام ده علم ولا موهبة ولا منحة؟ إيه ده؟ وفي فرق ما بين الموهبة والمنحة؟ طيب، كل الكلام ده هنعرفه بعد الاتصال. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنا أم محمد. ماشي أم محمد، لو سمحت، أنا على طول بحلم، يعني إن أنا بمشي حافية وأنا متزوجة، وأفضل ماشية في الشارع حافية، وأفضل مكسوفة من نفسي إن أنا ماشية حافية في الشارع. تمام. الحلم ده على طول بيتكرر معي، فأنا مش عارفة إيه تفسيره. حاضر، هجاوبك. حاضر، لو سمحت ممكن تفسير حلم ثاني؟ تفضل. لو سمحت، أنا دايما يعني الأحلام دي بتتكرر معي دايما، ان انا داخله في ماسوره، والماسوره دياتي كل ما بمشي فيها بتضيق. بتضيق؟ بتضيق. بس ويفضل الحين دايما. تمام. حضرتك عندك مشاكل، ديون، حاجات من دي؟ مش كده؟ ايوه. طيب ماشي. حاضر حاضر، شكرا، بارك الله، ربنا يخليك. أم محمد دايما بتشوف نفسها ماشية حافية، وكتير بيتكرر عليها ان هي ماشية في ماسورة او حتى في طريق. مذموم جدا للأسف ومكروه ان الحاجة اللي انا اكون ماشي فيها تضيق عليا. دي بتدل على ضيق المعيشة، ضيق الحال. عشان كده انا سألتها، انا حابب اتاكد، انا عارف لكن حبيت اتاكد منها وهي معايا. قلت لها عندك مشاكل في الحياه وضوائق ماديه تحديدا؟ قالت ايوه. فهذه الرؤى تدل على ضيق الحال، ومع شديد الاسف يا ام محمد، فهذه الرؤى نتعامل معها كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان نستعيذ بالله منها وان ندعو الله تبارك وتعالى الا يصيبنا منها اي مكروه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا منها هذه الضوائق على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. فادعوا الله يا أم محمد إن ربنا يصلح حالك، وإن شاء الله سوف يستجيب لك. نرجع لسؤالنا المهم، مهم جدا على فكرة. وطبعا للأسف يعني من الممكن إن كلامي يعني يخالف أي شخص آخر، لكن أنا أقول ما أعتقده وغيري يقول ما يعتقده، فكلامي من الممكن أن يكون خطأ ويحتمل أو يحتمل أن يكون صوابا، وكلام غيري صواب قد يحتمل أيضا أن يكون خطأ. لكن الفيصل في الكلام ده الأدلة، الفيصل والفاصل والأصل، إن إحنا لما نختلف في مسألة ما هو الدليل في قضية تفسير الأحلام، هل هي علم أم موهبة أم منحة من الله سبحانه وتعالى. المنحة، خلونا نجيبها من الآخر، المنحة للأنبياء والموهبة للبشر. بقي لنا أن نتعرف وتفسير الأحلام للناس، هل هو علم أم أنها موهبة وفهلوة؟ الأصل في تفسير الأحلام أنه علم له قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة. علم تفسير الأحلام يسمى علم تعبير الرؤى. علم تفسير الأحلام علم يدرس، ليس موهبة فقط. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. معايا حلم محفوظ. اتفضلي. معايا حلم حضرتك، ممكن اقوله؟ اتفضلي. بقولك اتفضلي.
حضرتك انا حلمت ان في واحد كان متقدمني من فترة، يعني زي الايام دي، ما حصلش نصيب. طيب فين فين الحلم؟ لكن هقول لك، حلمت ان جه هو وامه، جه يعني قعدنا انا وهو على سرير، وراح ام قفل الشباك بتاع الاوضه، بعد كده انا طلعت لبره، ولعت لبره، بيقول عايزين نطبخوا حاجه يعني في البيت، قلت له ماشي تمام، قال طب عايزين مرق وعايزين طماطم، قلت له طب ما فيش حد، اختي بتقرا قران في الجامع وما فيش حد هيجيبني، ورحت خدت التليفون بتاع ستي ورنيت على بنت خالتي اسمها صابرين، معرفتش اكتب الرقم، رحت رنيت على واحده جارتنا كتبت 012، كل ما اكتب 011 بيتكتب لي 012، تمام. رحت برضو وكتب 012 وجنب 012 كذا واحد جنب 012، حاضر. طيب كده معرفتش اوصل برضو لحد، رحت عطيت التليفون لستي ونزلت، راح لقيته مع اختي متجوزه، لقيته في المطبخ، اختي بتجلي بطاطس وهو ماسك نص بطه من جدان، نص البطه من جدان، عمال يغسل فيها وينضف فيها، وامي وخالتي جوه، بس في دخانه كانت طالعه جوه، بس مفيش نار، دخانه بس. فلقيت عيلة خالي، هما في الواقع توأم، بس شفتهم في الحلم ودانهم بيجيبوا دعم، والدعم نقط ثلاث نقط على الأرض، راحت ست قالت لي هاتي يا قماشة وامسح الدعم ده، فجبت قماشة حمراء، بس مسحت بقى الدعم خفيفة خالص، بس نطلع على عيلة خالي في الحلم، لقيت الدعم عمال نازل من ودانهم كتير، بس. حاضر، ماشي، حاضر، هجاوبك، حاضر. بالنسبة لأختنا الكريمة، طبعا أنا ما كنتش محتاج أسأل اسمها إيه ولا هي بتعمل ولا لأ وحالتها الاجتماعية، لكن هي حالتها الاجتماعية عرفتها إن هي عزباء، لأنها بتقول كان في واحد بيتقدم لي وما حصلش نصيب. مش كل الناس لازم نطلب منها البيانات طالما الحلم موضح. فهي بنت عزباء شافت إن هي إن الشخص اللي كان متقدم لها ده جه هو وأمه وقعدت على السرير، وبعدين ذكرت بعض الاشياء كلها حديث نفس الا قضيه 012 تكتبها يطلع 011 او العكس. قضيه ان هو رجع تاني وجه هو وامه عندها في البيت، طبعا يا اختي الكريمه لو انت حزينه على ان الشخص ده سابك، دي حديث نفس، دي مش رؤيا، ده حديث نفس وليست رؤيا. عقلك الباطن مازال مش قادر يستوعب ان الشخص ده سابك، فعشان كده شفت ان هو رجع لك تاني، وكأن ده في ارضاء لهواكي، ارضاء لنفسك. اما قضية تضرب الرقم 012 يطلع لك 011، ده بيدل على اللخبطة، انت بتعاني من بعض التخبطات في حياتك ومع شديد الاسف. اما قضية بقى اخوك يمسك ربع بطة ومش عارف يدم وامسحه، كل ده حشو ما له علاقة بالرؤية وما ما له تفسير اصلا. ده بالنسبة لرؤية الاخت الكريمة. نرجع لكلامنا اللي كنا بنتكلم فيه، وهو قضية تفسير الاحلام علم ولا موهبة. هو ما ينفعش نقول موهبة بدون علم، ما ينفعش. ليه؟ لأن أول من فسر في الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل يا جماعة الخير في المفسر أن يكون عنده علاقة بالعلوم الشرعية، لازم يكون دارس فقه وحديث وتفسير. ليه بقول الكلام ده؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من فسر في الإسلام، وقبله سيدنا يوسف، دول كانوا أنبياء. طيب الأنبياء دول يطلق عليهم رجال دين ولا علوم واقتصاد ورجل كيمياء وفيزياء والكلام ده؟ لا لا لا، رجل دين. فرجل الدين الأصل في المفسر أن يكون عنده علاقة في قضية تفسير الأحلام. طيب الأخت اللي كانت بتتصل دلوقتي رجعت معانا تاني. أيوة، ألو، اتفضلي. ألو حضرتك، يعني في رد على الشخص ده؟ كان في إيه؟
حضرتك هو الشخص ده عم يكسر الحلم ان هو يرجع تاني ولا ايه طيب؟ لا، هو انا زي ما بقول لحضرتك، انت يبدو ان انت مركزتيش معايا في كلامي. لو انت زعلانه قوي والموضوع بالنسبه لك تعبك نفسيا ان هو سابك، هنا مش معناه هيرجع. لا، انت العقل الباطن اللي شغال. انت دلوقتي الموضوع بالنسبه لك بتتمني انه يرجع، لكن الرؤيه ما فيهاش رجوع. فانت الطرف اللي انا ذكرته ده او الشق اللي انا ذكرته ده، انت كده ولا الموضوع بالنسبه لك عادي؟ يعني طب تفسير الحلم كويس طيب؟ نعم. يعني الحلم كويس مفيش في قلب ولا حاجة؟ لا، الحلم مش موضوع كويس ولا وحش. الحلم هو مش حلم اصلا. انا بسألك، انت بتفكري زيادة عن اللزوم في الولد اللي سابك ده؟ بتفكري، ما زلتي بتفكري فيه؟ لا، ما بيجيش على بالي. يعني الموضوع خلص من سنة خالص لا عادي، خلاص يعني تمام. يبقى بس كده أنا بالصدفة حلمت يعني الحلم ده. بالصدفة. جميل انا قوي، فاكر الباب اصلا ده يعني من تمام زمان. قوي. ايوه تمام قوي كده. كده انت جبتيني من الاخر. طالما الموضوع مش في بالك، ما هو انت، انا قلت لك في البدايه، لو انت بتفكري في الموضوع وزعلانه انه سابك، ده عقلك الباطن او حديث النفس، العقل الباطن الداخلي لما بتنامي بتحاولي تعالجي الموضوع انه جالك علشان يرضيكي ازاي يسيبك. انت قلت لي لا، انا مش كده. قلت لي ده الموضوع خلاص بالنسبه لي اتقفل، والحلم ده جالي صدفه. طالما الحلم ده جالك صدفة وما كنتيش بتفكري فيه، يبقى هو هيرجع لك إن شاء الله. استبشري بالرؤية يا أختي الكريمة. تمام؟ استبشري بالرؤية، هيرجع لك إن شاء الله. هيرجع تاني؟ إن شاء الله راجع لك. طب قريب ولا بعيد؟ لا، دي قريب وبعيد، دي مش بتاعتنا، دي بتاع ربنا. خلاص، لكن استبشري نفس الشخص. ان شاء الله نفس الشخص. شكرا يا اختي الكريمه، شكرا. نرجع لكلامنا اللي كنا بنقوله في قضيه تفسير الاحلام، وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رجل دين، وهو اول من فسر في الاسلام، وقبله سيدنا يوسف عليه السلام. اذن اللي كانوا بيفسروا لهم علاقه بالدين والشرع ده كانوا انبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابه. وعندنا احاديث كثيره جدا ان ابو بكر، ويمكن هنتكلم فيها من شوية، أبو بكر اتعلم تفسير الرؤى من الرسول وفسر في حضرته، ودي يعني هنتكلم فيها كمان شوية. لكن قضية تفسير الأحلام هي علم ولا موهبة؟ علم تفسير الأحلام علم يا جماعة الخير، ولازم يدرس، لأنه له قواعد وأسس مستنبطة من القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء، إذن الموضوع خاص بالدين. ولذلك قلت ان اللي بيفسر لازم يكون عنده خلفيه شرعيه. بالمناسبه للي اول مره يشوفني، انا اسمي اسماعيل الجعبيري، خريج كليه الشريعه والقانون قسم الشريعه الاسلاميه، واعمل مدرسا للمرحله الثانويه في الازهر الشريف من سنه 99، يعني ما يقرب من 23 سنه وانا ادرس العلوم الشرعيه. فالاصل في مفسر الاحلام ان يكون عنده خلفيه شرعيه. انا بقولش لازم يكون دارس، لازم يكون عنده خلفيه شرعيه، لانه ما ينفعش مفسر الاحلام يتعرض لايه ما يعرفش يفسرها، ما ينفعش يتعرض لحديث ما يعرفش يفسرها، ما ينفعش اسمع مفسر احلام ما بيعرفش يقرا ايه، دي مصيبه. فعلم تفسير الاحلام للمره المليون بقول علم شرعي بحت مستنبط من الكتاب والسنة، ما بقولش من علم الجيولوجيا، علم الأرض، علم الكيمياء والفيزياء، لا، علم شرعي. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. بقول لحضرتك أنا كنت حلم حلم في أول الجواز. يعني أنت متزوجة؟ آه. اسم حضرتك؟ اسمي نعمة أحلى. تمام يا أستاذة نعمة، تفضل. بس كان عندي مشكلة ان انا معمول لي حاجة يعني ومش عارفة ادخل. يعني ايه معمول لك حاجة ومش عارفة؟ يعني معمول لي حاجة اللي هي حد قديم. ماشي، اتفضلي. في اول الجواز كنت حالما انا واقفة قدام العمارة بتاعتنا، كنت واقفة قدام البيت بتاع ماما مش بتاعي انا، وفي سمكة كانت بتتحدف عليا، بس مفيش ولا حاجة جت فيا. ايه اللي كان بيتحدف عليكي؟ سمكة.
ايه؟ هي بتاعت الحرب دي. اللي بتحدف مش سامع بتقولي؟ ايه؟ مش سامع، ايه اللي بتحدف عليكي؟ تهومة تهومة اللي هي بتاعت الحرب. اسهم، ماشي ماشي ماشي. وبعدين ايه السحاب؟ انا عايز اعرف السبب اللي كان جارتي كانت واقفة معايا دي سببها ايه؟ جارتي كانت واقفة معاكي؟ طيب ماشي. عندك علم تاني؟ اه اتفضلي. كان في انا وجوزي في الحلم كان في حد نازل من السما. ايوه. ونزل بيا انا وجوزي في الميه في البحر، وكان في تحتينا على شكل عين كده ودوامه، العين دي دوامه. تمام تمام. ونزلت انا هو في الميه بس اجباري، يعني مفيش حل قدامنا غير ان احنا ننزل. ولما احنا نزلنا تحت في حاجه سحبتني بعيدة عنه، وهو قعد يصرخ ويمسك فيا جامد بس مفيش فايده. انا نزلت في الميه تحت وهو طلع بالحبل. طيب حاضر حاضر يا استاذه نعمة. حاجه تاني؟ عايزه تفسير. اه حاضر هفسر. عايزه تفسير بقى. طيب حاضر. الأستاذة نعمة بتقول إن هي شافت في أسهم بتتحدف عليها. وفي الحلم التاني قالت شكل عين. دي من العلامات اللي بتدل على إن أنتِ معيونة. مش شرط إن يكون مثلا معمول لك سحر وعمل، لا 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 لا. إخوانا في فرق ما بين العين والحسد. في فرق ما بين العين والحسد والسحر او العمل. فانت لما تشوفي اسهم بتنزل عليكي وبتتحدف عليكي وانت بتتفاديها، ده كويس، ده نجاه من حقاد وحساد. يبدو يا استاذه نعمه في اشخاص قريبه منك ناظرين لك واخدين بالهم منك ويمكن بيتدخلوا في تفاصيل حياتك. وطبعا للأسف الشديد انت حاسة بوقف الحال بدلالة السحاب اللي وقف. السحاب ما بيوقفش، ده محدش يقدر يوقفه. فانت كل ان انت تشوفيه بيوقف ده بيدل على وقف الحال. وبعدين لما تشوفي حبل نازل من السماء ونزل البحر على هيئة عين ودوامة، ده بيأكد ان انت معيونة ومع شديد الاسف. طب الشخص المعيون او المحسود يعمل ايه؟ لازم يحصن نفسه. طب التحصينات دي عبارة عن ايه؟ تحصينات السنة، السنة النبوية مليانة بالتحصين من العين والحسد والأدعية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لنا في احاديثه او من خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يا استاذه نعمه لازم تحصني نفسك. اما الست اللي انت بتسالي عليها وانا عارف انت بتسالي عليها ليه، وكان انت بتديني اشاره ان انت شاكه ان الست دي هي سبب وقف حالك، لا. مش كل ما نشوف مثلا شخصيه في المنام يبقى ده اللي اذيني او ده اللي عامل لي سحر او ده اللي بيحسدني او ده اللي بيعينني، لا 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 لا. ليه؟ لأن وارد إن ده يكون شغل شيطان ويدخل المعلومة دي في راسي أو يظهرها لي. إيه ده، هو ممكن الشيطان؟ آه طبعًا الشيطان ممكن يظهر لي شخصية معينة علشان أنا النظر ينصرف إليها وأترك الفاعل الحقيقي أو الحاسد الحقيقي أو العائن الحقيقي. فالست لا دخل لك بها. بالنسبة لقضية تفسير الأحلام هو علم ولا موهبة؟ أنا أقول وأزعم وبالدليل القاطع بإذن الله تبارك وتعالى أنه علم شرعي ينبغي أن يعلم، لأنه له قواعد وأسس مستنبطة من القرآن والسنة. ما الدليل على ذلك؟ سوف أذكر دليلا واحدا من القرآن ودليلا من السنة. الله سبحانه وتعالى يقول في قصة سيدنا يوسف، مشهورة قصة سيدنا يوسف، لما رأى في بداية سورة يوسف في آخر آية على الصفحة اللي على اليمين: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. في بداية الصفحة على اليمين بدأ أبو يعقوب يقول له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا،
الآية اللي بعدها بقى دي اللي احنا عايزينها. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، من تأويل الأحاديث. من الذي ذكر بأن هذا علم؟ الله. قال: ويعلمك. لو أن تفسير الأحلام هبة أو حتى منحة من الله لكان في غير القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويهبك، من تأويل الأحاديث. ما قال ويعلمك، وإنما قال وما قال ويهبك، وإنما قال يعلمك. تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال علم، كان في غير القرآن أن يقول ويهبك، ولكن ما قال يهبك، وإنما قال ويعلمك. إذن الذي قال بأنه علم هو الله. تمام كده؟ والذي قال أن تفسير الأحلام علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يؤكد هذه الآية. قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم. ما قال على صاحب موهبة، ما قال، وإنما قال ناصح بعدها ناصح. ولذلك الألفاظ الأربعة اللي جم في السنة النبوية: عالم، ناصح، ذو حكمة، لبيب. يعني في المقدمة لابد أن يكون هناك عالم تقص عليه الرؤية، ما قالش صاحب موهبة، وبعد كده الناصح واللبيب وذو الفطنة والمهارة، وعشان يقول لك دي خير خلي بالك منه، ده شر بعيد عنه، بس كده نصيحة مش أكتر. فأنا ذكرت دلوقتي حديث من القرآن الكريم بأن تفسير الأحلام علم وليس موهبة، وذكرت حديث من السنة النبوية أن هذا علم وليس موهبة. لكن في النهاية لو توقفت على هنا ساعتها سأكون مخطئا، ولكن لا مانع من الموهبة، ولكن بعد العلم لا مانع أن يكون عندي موهبة وأسقلها بالعلم. إنما هل يجوز أن تكون هناك موهبة بدون علم؟ كيف يعني؟ يعني جدلا ينفع أخذ سماعة الدكتور وأحطها على وداني وأحط السماعة على بطن المريض علشان أتعرف على المرض بدون ما أكون درست الطب؟ كيف يعني؟ مينفعش. إذن أنا لا أمنع أن هناك من الموهوبين في تفسير الأحلام، لكن الموهبة لا تأتي بدون العلم، وإنما تأتي بعد العلم، بعد الخبرة، بعد الاطلاع. لأن تفسير الأحلام علم محتاج أنه يدرس، محتاج أن أقرأ فيه، محتاج خبرات كثيرة من خلال التفسير وإلى آخره. فقضية تفسير الأحلام اللي يزعم أنه هو موهبة فقط، ونيجي نشوف اللي بيفسر ده ما يعرفش حاجة عن العلم الشرعي، أنا آسف، هو بيقول أي كلام في أي كلام. إنما لازم يكون إنسان عنده دراية ولو بسيطة عن تفسير القرآن الكريم، بعض الآيات، حتى ولو الآيات الخاصة بعلم تفسير الأحلام. قصة سيدنا يوسف والتفسيرات، عندنا كتب كثيرة جدا خاصة بالآيات الخاصة بالرؤى. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم كلمة الرؤى بمشتقاتها: إني رأيت الرؤيا، أو رؤياك، مشتقات الرؤية، الرؤية اتذكرت. حتى كلمة الأحلام: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني تمام، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهنا الأشياء دي كلها موجودة في القرآن الكريم، موجودة في السنة النبوية، ولازم يكون في قدر كبير جدا من العلم في تفسير الأحلام. فاصل قصير ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل إن شاء الله. كنا بنتكلم عن قضية تفسير الأحلام علم ولا موهبة، ويعني أطلنا النفس فيها حتى يتعلم المشاهد أن هذا علم مستقل، وإن لازم نبقى فاهمين أن اللي لازم بيفسر عنده ده مفروض ما يبقاش أي حد، لازم يكون على قدر كبير من العلم. الموضوع مش موهبة فقط، وإنما علم وموهبة إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا تليفون. ألو، السلام عليكم. أيوة، كنت مرة حلمت أنا أخوات جوزي هنا في البيت، وجت ثواني كده تطلع ثواني زي واجب يعني،
وجعمزنا كده ورحت احنا وناكله. وبعد كده في حد نده على سلفتي اخت جوزي يعني. وبعد كده هي طالعه بقى يقول لها بنتك هتولد بنتك هتولد، وانا نرمح وراها نقول لها تعالي كمل الاكل تعالي كمل الاكل. بس هو ده الحين. طيب اللي بنتها تولد دي عندها بنات في الحقيقه هتولد فعلا؟ ولا في الحلم بس؟ ايه؟ اللي كان بيتقال لها ان بنتك هتولد عندها اولاد؟ اخت، ايوه هي اختها تبقى بنتها يعني. ولادها كبار ولا صغار؟ لا كبار، اثنين، هي معها اثنين بس. بنات ولا صبيان؟ ولد وبنت. تمام، حاضر حاضر. اختنا الكريمه بتقول ان هي شافت اخوات جوزها وإن في صواني خارجة زي ما بيحصل كده في العادات والتقاليد، إن في صواني بتطلع في العزاء والكلام ده، وشافت سلفيتها وقعدت علشان تاكل، فقالوا لها إن بنتك بتولد، فقامت فقالت لها لأ اقعدي كملي أكلك في الكلام ده. أولا قضية الصواني والعادات والتقاليد ده بيدل بالفعل على إن في فعلا عادات وتقاليد عندك وإنتوا محافظين عليها، وبتدل على صفات محمودة موجودة ان انتوا اهل كرم والى اخره. اما قضية ان المرأة اللي كانت بتأكل ده بالنسبة لها قدوم خير ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. اما قضية بنتها بتولد يتقال لها ان بنتك بتولد، يبدو ان عندها بنت. انا سألتها على اولادها قالت عندها بنت ولد. البنت دي ربما يكون عندها بعض المشاكل، بعض المسؤوليات، بعض الحمل، عندها يعني بعض الضغوطات النفسية، لكن إن شاء الله هتزول إن شاء الله تبارك وتعالى. معنا تليفون. ألو، السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، فضل ونعمة، تفضلي. لو سمحت أنا كنت عايزة أفسر حلم. عينيا، تفضلي قولي. أنا دلوقتي مخطوبة. ماشي. وشفت حمية في قلب الحلم وهو متوفي. هو في الحقيقة إيه؟ هو في الحقيقة متوفي. تمام. وانا ما كنتش شفته. ماشي. جيت بقى بعد قرايه الفتح فتحتي بشويه. شفته في الحلم قاعد في شقه. وبعد كده قلت له انا عايزه اكل ايس كريم. قال لي موجوده اشوف لك. قلت له طب هات لي. وقام عشان يجيب لي. تمام. بعد كده انا دخلت البلكونه لقيت عمي واقف استند على السور بس البلكونه مايله. فبعد كده انا رحت وقفت جنبه ولقيت مامتي جت، فبعد كده راحت مناديه للناس في الشارع وقالت ان مامت حد تعبانه. راح الناس كلها، كل اللي كانت ماشيه في الشارع وقفوا ونزلوا من العربيات، واللي كان سايق حاجه وقفها ومشي في الشارع، بس كانوا بيجروا. بس هي ما كانتش تقصد حد معين. تمام. وبعد كده خرجت انا لقيت حماية قاعد على سفرة وفي بنتين قاعدين، ان هما بناته بس هو عنده بنت واحدة. وبس هما زي ما يكون كانوا لابسين عبايات. تمام. وبعد كده هما كانوا بياكلوا عيش على الوش بتاعه كده كبدة. ماشي. واداني رغيف وقال لي كلي. حاجة تانية؟ انا لما جيت ادوقه. ايوه. كملي. لما جيت ادوقه لقيت طعمه مفيش طعم، يعني لا حلو ولا وحش. ماشي، حاضر. فانا جيت قلت له ده هو طعمه عادي. انا بعمله كده بطريقه بيخلي طعمه احلى. قال له ايوه صح، انت بتخليه طعمه حلو. تمام. وبعد كده رجعت دخلت البلكونه تاني لقيتها مايله قوي وعمي واقف زي ما هو، فانا خفت وقلت لا ده انا لو جيت اقف جنبه هقع. بس. طيب حاضر، هجاوبك. حاضر. بالنسبة لأختنا الكريمة مخطوبة وشافت حماها المتوفي وبتقول إن أنا ما شفتوش في الحقيقة وطلبت منه آيس كريم، حد هنا هنقف. قضية إن أنت تشوفي حماكي في المنام وأنت ما شفتهوش في الحقيقة وتشوفيه في المنام، ده بيدل على إن هو راضي عنك وبيبارك الزواج، وكون ان هو يجيب لك ايس كريم ده بيدل على
ان الزواج ان شاء الله هيتم وهيكون زواج سعيد بفضل الله تبارك وتعالى من ابنه ان شاء الله. تمام. اما قضية بقى عمك واقف على جدار البلكونة ومائل وهيقع، طبعا دي مش محمودة خالص ومش عايزين نفسرها، هي عقبة وهتعدي يعني. قضية بقى في أكل عيش وكبدة ويدالك رغيف وأكلتيه لقيتيه مش طعمه يعني هو لا حلو ولا وحش، لكن قال لك أنت هتخلي طعمه حلو والكلام ده، ده بيبارك الزواج ليكي إن شاء الله تبارك وتعالى. فاستبشري يا أختي الكريمة بهذه الرؤية، فإن شاء الله في زواج من الشخص اللي خطبك، والزواج ده هيتم وهيكون سعيد بإذن الله تبارك وتعالى. بنقول يا أخوانا في قضية تفسير الأحلام، الأصل إن المفسر لازم يكون عنده دراية بالعلم الشرعي، لأن أنا هتعرض لآيات، هتعرض لأحاديث، ممكن أكون مثلا مش شرط إن أنا أدرس علم شرعي بحت، لكن على الأقل أقرأ الباب الخاص في صحيح البخاري، باب تعبير الرؤى لازم أقرأه، ولازم أحفظ الأحاديث دي، ولازم أقرأ شرح الأحاديث دي، لأن أنا بتعرض. أنا أحيانا بتجيلي رؤى تفسير آية، الآية دي معناها إيه، ولسه يعني من فترة سئلت في تفسير آية رأيت في المنام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، معنى إيه دي، وأواخر سورة الحشر، وأحيانا من رؤية قريبة كان آخر سورة النور. فاحنا بنتعرض لآيات وبنتعرض لأحاديث، لأن اللي ذكر تفسير الأحلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت من شوية وقلت لكم أن أنا هتعرض للنقطة دي، أن الصحابة تعلموا تفسير القرآن، عفوا تفسير الأحلام، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس للأسف الشديد بتنكر هذا العلم. يعني احنا بننادي أن اللي بيفسر أحلام لازم يكون عنده دراية بالعلم الشرعي، بنفاجئ ان بعض الناس يقول لك ده كلام فارغ، تفسير الاحلام ده ملوش لازمه وده خاص بالانبياء فقط. طب احنا بنرد عليكم، بنقول لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يفسر تعلم منه ابو بكر، بل ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين طلب من رسول الله في حضرته ان يفسر رؤيا لما دخل عليه رجل وأراد أن يقص رؤيته على الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله رأيت البارحة ظلة يقطر منها السمن والعسل. طبعا يعني مع كل كلمة هفسرها لكم، الظلة اللي هي السحابة. بيقول له أنا شفت في المنام يا رسول الله سحابة، السحابة دي بيتقاطر بينزل منها سمن وعسل والناس يتكففون منها، الناس بتروح تحط ايديها وبياخدوا من السمن والعسل، فمنهم المستكثر اللي بياخد كتير ومنهم المستقل اللي بياخد شوية صغيرة. ثم ظهر حبل فأمسكت به فارتفعت، ثم جاء رجل بعدك، الرجل الرائي ما يعرفوش، فأمسك بالحبل ثم ارتفع، ده الرجل اللي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل ثالث أمسك بالحبل ثم ارتفع، ثم جاء رجل رابع أمسك بالحبل فارتفع فانقطع الحبل ثم وصل له فارتفع. الرسول لسه هيفسر وإذا بأبي بكر يقول له يا رسول الله دعني أفسر هذه الرؤيا. بنرد على اللي بيقولوا أن تفسير الأحلام خاص بالأنبياء فقط، ما إيه اللي حصل ده، هذا الصحيح، واللي عايز يراجعه يراجعه، راجعوا ورائي إن شئتم. فقال أبو بكر يا رسول الله أما الظلة وهي الإسلام والسمن والعسل الذي يتقاطر منها أو من هذه السحابة هو القرآن، فمنهم المستكثر والمستقل، ده بيرجع على حسب حفظ كل واحد، في واحد بيحفظ القرآن كله هو ده اللي كان بيستكثر من السمن والعسل، ومنهم المستقل، في ناس بتبقى حافظة نصف القرآن، في ناس بتبقى حافظة صور وقصار الصور، وفي ناس للأسف الشديد مش حافظة حاجة، ولكن ده مش موضوعنا. فمنهم المستكثر ومنهم المستقل. أما الحبل الذي أمسكت به
ثم ارتفعت هذه الرفعة العالية لك في الآخرة يا رسول الله. وسكت أبو بكر عن الرجل الذي بعده والذي بعده والذي بعده، خلاص هو ده علمه، وقف لحد هنا. فأبو بكر قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الذي أصبت فيه وما الذي أخطأت فيه؟ قال: أصبت في شيء وأخطأت في شيء. فقال: أقسم عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أصبت وبما أخطأت. قال: يا أبا بكر لا تقسم. شاهد أن هنا أبو بكر اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الأحلام، وبدأ يباشر تفسير الأحلام في حضرته صلى الله عليه وسلم. بل إن النساء، أنا لسه من شوية ذكرت لكم إن أسماء بنت عميس الخثعمية من نساء الصحابة المفسرات، يعني وإيه ده، مش مفسرة عادية، كانت مفسرة ماهرة، وكانت مؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى. أما عمر راح لها وقال لها: أنا شفت إن في ديك ينقرني 3 نقرات. قالت: يا عمر اكتب وصيتك. فعلم تفسير الأحلام علم شرعي، ولازم اللي يتعرض لتفسير الأحلام لازم يتعرض للعلم الشرعي، لازم يكون عنده خلفية شرعية، لازم يقرأ في القرآن، ولازم يتعلم السنة، ويعرف تفسير بعض آيات، وهنا يعرف تفسير بعض الأحاديث، على الأقل اللي تكون خاصة بقضية الإيه؟ تفسير الأحلام. فقضية تفسير الأحلام من الرؤى المهمة جدا اللي لازم ننتبه إليها، إن لازم الأصل فيها إن إحنا ندور على المفسر اللي أنا أستشعر إنه عنده خلفية شرعية. وفي نقطة مهمة جدا أنا بلوم فيها على الناس اللي يعني بتحلم كتير وبتحاول تدور على تفسير أحلامها. خطأ كبير يا جماعة، خطأ كبير بيقع منكم، إن لما يكون عندي رؤية أبدأ أخذ الرؤية وألف بيها على المفسرين. الكلام ده غلط. الأصل يا جماعة الخير، أنا وثقت في مفسر أو حتى في مفسرة ما غيرهاش، لأن اللي هتسمعوه مني مش هتسمعوه من أي مفسر تاني، هتسمعوا كلام جديد. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي لازم ننتبه لقضية مهمة جدا، وهي إن احنا لازم لما نثق في مفسر ما نغيرهوش، ونحاول بقدر الإمكان نتنينا معاه. ممكن المفسر ده مش عارف أتوصل له، أبحث عن مفسر آخر عادي جدا، لكن قضية إن أنا أخذ الرؤية وألف بيها على جميع المفسرين هذا خطأ، لأن أصل تفسير الأحلام ده اجتهاد، أنا بجتهد وغيري يجتهد، واجتهادي يختلف عن اجتهاد غيري، فما ينفعش نلف بالرؤية على كل المفسرين. في النهاية وقد انتهى وقت حلقتنا، إن شاء الله انتظرونا في اللقاءات القادمة. تقبلوا تحية المخرج والفرقة التقنية، وأنا دائما دمتم في أمان الله وأحلام سعيدة.